متوقعين انها تجربه تكون جميله وحلوه، وخاصه ان التيم كله بنات، وهي تجربه جديده علينا يعني ان نحن نخوض تسلق وبحر او نهر وكذا، يعني شيء اكسايتنج. اول مره نشوف البالون على حقيقته، ان شاء الله نستمتع ونحن نحلق. اني اعيش حرة خلتني اكتشف وايد اشياء في شخصيتي واني انا اقدر اسويها.